يا له من يوم جيد، أليس كذلك؟ وقد أنجزت كل شيء على قائمة مهامي، أستحق علامة ممتاز. بعد التفكير قليلاً عرفت أن الورقة كانت فكرة سيئة. برتقالاتي، عودي إلى هنا، أبطئي. أخيراً، أعتقد أن هذه آخر واحدة. هاتان الذراعان مفيدتان، لذا لماذا لا أصنع لي اثنتين إضافيتين؟ سأثني غطاء الرأس عليها جميعاً وأربط الذراعين معاً. هذا مفيد، أليس كذلك؟ ستبقى هذه البقالة في مكانها. فكرة عبقرية. حين أفكر في أنني اعتدت حمل الحقائب. مررت بذلك وفعلت ذلك. واو، أتعتقدون أن شعري قد يصبح مموجاً هكذا؟ هناك طريقة واحدة لاكتشاف ذلك. 1، 2، 3، 4. أوه، ما زال مفروداً تماماً. سأمسك بالخصل كلها معاً. 1، 2، 3، 4. حسناً، سأستخدم ربطة شعر مطاطية لتثبيته. ينبغي أن ينجح هذا، وينبغي أن تنجح الضفائر أيضاً. ينبغي أن تثبت هذه جيداً. مظهري ليس لطيفاً للغاية، لكن لا يهم. لن يكون شعري مدهشاً كصور المجلات أبداً. لم تبكين يا آني؟ أود أن أكون جميلة مثلها. لم يكن تمويج الشعر هو ما أبرع فيه أبداً، لكن يمكنني فعل شيء هنا. لكن أولاً علينا تسريح شعرك، ثم لفه بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه. أوتش، أبي. يا الهول، سيلمو مجدداً. مهلا قليلا، أعرف. أولا سنرش خصلة بالماء، ثم نستخدم يد الفرشاة كأداة تمويج. سألفها حتى الأعلى. رحبي بالتموجات. يا للروعة. من يحتاج إلى مكواة تمويج بالحرارة؟ وتجنبنا ضرر الحرارة أيضا. شكرا لك يا أبي. يسرني أنني وجدت حلا لذلك. يا لها من راحة كبيرة. أكثر. عزيزتي، انظري ماذا أحضرت لك. أقلام تحديد جديدة لك وحدك. مرحة، شكرا أمي، أحب أقلام التحديد. لون أنا أخضر، سأبدأ بهذا أولا. أنا بارعة جدا في الرسم، يجب أن أفوز بجائزة. سأستخدم كل الألوان الآن. إنها مثل قوس قزح، أحب قوس قزح. مرحة، أزرق، ويمكنني تهجئة اسمي بالأحمر. لماذا يوجد أغطية كثيرة؟ لا أريدها. لا لا لا، سأنزع كل الأغطية. لماذا لا يعمل هذا القلم؟ أمي أمي أمي، انظري، أقلام التحديد لا تعمل، أصلحيها. ماذا؟ لكنها جديدة تماماً، لقد اشتريتها للتو. دعيني أرى ماذا يحدث مع أقلام التحديد هذا؟ حسناً، تعالي معي، سأرى ما يمكنني فعله. انظري، هل ترين؟ كل الأقلام لا تعمل. فهمت، لقد أزلت كل الأغطية. من دون وضع الأغطية على الأقلام، أصبحت كلها جافة. تحتاجين إلى وضع الأغطية حين لا تستخدمين القلم. حسناً، سأضع الأغطية. لنرى أين الأغطية الأخرى؟ إيفا، أين وضعتها؟ ها هو واحد، وجدت واحداً آخر أيضاً. إنها في كل مكان، كيف يمكن لفتاة واحدة صغيرة أن تسبب كل هذه الفوضى؟ ليت كان هناك طريقة لجعلها أكثر تنظيماً. شريط اللاصق، هذا يعطيني فكرة رائعة. سأبدأ بقطعة جيدة من الشريط اللاصق، ثم سأحتاج إلى أقلام التحديد بالطابعة. سأصفها على الشريط اللاصق، والآن يمكنني طي بقية الشريط عليها. سينجح هذا تماماً. حسناً يا عزيزتي، انظري إلى هذا، والآن لن تفقدي الأغطية مجدداً أبداً. حسناً، تفضلي. مرحة، انظري، أقلام التحديد تعمل مجدداً. لقد رسمت زهرة أرجوانية وقلباً أخضر. أنت فنانة صغيرة جداً. دعوني أرى هنا، أين أضع هذا؟ يا للهول، انظروا إلى هذه السكاكين، لا يمكنني تركها هكذا. ماذا إن دخلت ملاكي الصغير إلى هنا؟ قد تؤذي نفسها بهذه الأدوات المطبخية. كلا كلا كلا، لا يمكنني تركها هكذا إطلاقا. علي وضع هذه الأدوات بعيدا وتأمينها في مكان لن تعرفه. هذا أفضل كثيرا. حسنا، سأجمع بعض ألعابها. مهلا لحظة، زاوية هذه الطاولة حادة جدا، إنها تكاد تكون أسوأ من تلك السكاكين، يمكنها الاصطدام بها مباشرة. كلا، ليس ركبتيها الصغيرتين الغاليتين، لا أود أن تبكيها هذه الطاولة. يا
أنا الهاولة. أوه كلا كلا مستحيل، لن أحظى بآلة موت في منزلي. ها نحن ذا، الوسادات آمنة ومحكمة على الزوايا. إنها ليست حادة الآن، ستكون آمنة بالتأكيد. لا يمكنني نسيان غلق الباب. مالان المقابس، المقابس في المنزل. كلا ماذا تفعل؟ ستؤذي نفسها. كلا كلا كلا، ليس طفلتي. توقفي فورا، لا تضعي شيئا أبدا في مقبس. انظري إلى نفسك، مظهرك في فوضى عارمة. هيا لنحاول تنظيفك. ماذا سأفعل معك؟ مهلا لحظة، غطاء هذه المناديل المبللة قد يكون حلا لها. أجل إنهما متناسبان بالتأكيد. سأحتاج إلى إضفاء بعض التعديلات. يمكنني نزع الغطاء مباشرة ولصقه على المقبس، والآن أصبح غطاء للحائط. ينبغي أن يبقي أصابعها المتطفلة بعيدا عن المقبس. حسنا كوني فتاة صالحة عندما تكون أمك في الخارج. مهلا لحظة، آلة الكي، لن أتمكن من ترك المنزل أبدا. أحب حين أحلم بالمثلجات، كان بإمكاني البقاء نائما للأبد وكدت أفعل. كيف نمت إلى وقت متأخر هكذا؟ علي الاستعداد للمدرسة. كدت أنتهي؟ أمسكت بها. أعتقد أنه ليس بإمكاني الذهاب بالمنامة. هل سيفي ذلك بالغرض؟ بالتأكيد يا جل، لكن ماذا عن شعري؟ هل لدي ربطة شعر هنا؟ كلا ليس هذا. مهلا، يمكنني استخدام ذلك الشيء هناك. هيا انفلتي. لقد مددتها بالكامل. الآن ماذا سأفعل؟ لا أريد أن أعرف. إلى الهول، ربما أتمكن من استخدام ذلك، لكن لا يمكنني تضييقها بشكل كاف. هذا أمر ميؤوس منه. هاني، هذا الشيء بلا فائدة يا أمي. دعيني أريك حيلة صغيرة، تحتاجين إلى مقدار من الحرارة فحسب. انظري، ستجعلها الحرارة تنكمش مجددا. رأيتي؟ إنها تتغير تماما. هذا سيعيدها مطاطية مجددا. رأيتي؟ إنها مطاطية كما يجب أن تكون. يا للروعة، شكرا لك. أعتقد أن بإمكاني تولي ذلك الآن. مرحبا يا تصفيفة ذيل الحصان، الآن يمكنني أخيرا التوجه إلى المدرسة. هاني، حقيبة ظهرك، إلى اللقاء. مرحة، حان وقت الاستعداد للذهاب إلى المدرسة. سأمتطي حقيبتي. ها أنا ذا، أنا مستعدة. أبي أبي، أنا مستعدة للمدرسة. حسنا أنا قادم، سأرفعك على ظهري. هل أنت مستعدة؟ تمسكي بإحكام. هذا ممتع جدا، أحب الجلوس على حقيبة الظاهرة. إنه يوم جميل في الخارج، أليس كذلك؟ مهلا، كيف وصلنا إلى هنا؟ لابد أنني أخذت منعطفا خاطئا.